عايز تعليق من حضرتك على ما نشرته دار الإفتاء المصرية من يومين أو ثلاثة، كانت تبنت هذا طبعا الفكر، وده الحقيقة فكر منذ قديم الأزل، وحتى في الفترات الأخيرة وحضرتك كنت تتولى مسؤولية دار الإفتاء في مصر، فدار الإفتاء دخلت على هذا الخط ومن جديد يعني أعلنت هاشتاج تنظيم النسل جائز، وحتى أصدرت أو أعلنت أو أعادت نشر مرة أخرى فتوى فضيلة الإمام الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الجامع الأزهر الأسبق. وفي ضمن التعليقات يا مولانا عايزين يعني برضو نوري حضرتك وصول المشاهدين التعليقات، دخل أحد المعلقين على صفحة دار الإفتاء المصرية واحنا حياتي حفظ ان احنا طبعا يعني احنا نحط اسمه فشلنا الاسم، بيقول ايه؟ الحمد لله انا معايا 6 اولاد وان شاء الله اجتهد في تربيتهم تربيه اسلاميه على عقيده اسلاميه سليمه وفهم صحيح للاسلام. هنا ده نموذج يا مولانا موجود معانا في المجتمع، بيقول طب يا اخي انا هربي ولادي الـ6، الـ7، الـ8 واديهم التربيه الاسلاميه الصح واديهم العقيده السليمه. فواحد تاني داخل برضه بيقول له طيب ما تخليهم 20 كمان عشان تضاعف الثواب. هنا الناس بتتخيل طالما انا قادر اربي ولادي كويس يبقى انا خلاص اخلف زي ما انا عايز، وده يعني بيشوف من وجهه نظره ده بيتطابق مع الشرع. رد فضلتك ايه؟ لا هو هذه طريقه رباها الاخوان المسلمون الضالون للناس ان يفكروا بهذه الطريقه الساذجه السطحيه. أنه يستطيع أن يتابع الستة. الإخوان المسلمين لما قامت فتنة رابعة كثير من أبنائهم ألحد وترك الديانة لأنهم لم يكونوا ملتفتين إليهم ولم يكونوا قادرين أن يقنعوهم بالحال الموجود، وهذا على يدنا. يعني عرفنا أشخاص فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، يعني أشياء واقعية وليست خيال. هؤلاء الناس يفكرون خارج الواقع، يفكرون خارج القدرة، يفكرون وهم لا يدركون عصرهم، كما في حكمة آل داود فيما أخرجه ابن حبان أن يكون المؤمن مدركا لشانه عالما بزمانه. فهذا الذي يقول أنا عندي 6 وهربيهم وكذا إلى آخره هو له مدرك لشانه ولا عالم بزمانه ولا يعلم أين المقاصد الشرعية ولا المصالح المرعية ولا المآلات المعتبرة. الذي كان ميز حضارة المسلمين أن علماءهم وفقهاءهم ومفكروهم يرون المآلات إلى ما يقول هذا الحال، يعرفوا يتخيلوا التصور المبدع. يقول عنه الإمام الغزالي هكذا: يا أخي احنا عندما فقدنا السند فقدنا كثيرا جدا من فهم الشريعة. هؤلاء الناس الذي أتوا إلينا وشككوا في أسانيد المسلمين وشككوا في طريقة تعليمهم فقدوا كثيرا من فهم الشريعة، وأصبح هذا فهم شخصي له هو أنه قادر على تربية أولاده الستة بطريقة إسلامية وكذا إلى آخره. لا ربوهم ولا فلحوا في تربيتهم، وانظر إلى هذا الفرق الذي بينهم وبين الإمام الشافعي، وهو يرى من طرف خفي أننا نمتنع عن هذا الشيء في أوقات الفتن التي نعيش فيها وتكتنف العالم كله بهذه الطريقة. فإذا هيا بنا بس نفهم الشريعة فهما صحيحا. دار الإفتاء بتكرر ما هو حادث منذ أكثر من 70 سنة، استقرت الفتوى أننا قد وصلنا إلى حد من العدد يكفي ويزيد، وأن الإثقال فوق هذا يضر ولا يسر.